حتى انتوما يمكن اللي كنت تبرمجوا شاده تي في على نايلسات في التلفازه عندكم، واللي ما كيعرفش ها انتوما تبعوني ورا ما يحتاج شي تجيبوا شي تكنيسيان ديال البارابول. إلا بغيتي تفرج في شادة تي في دخل المنيو من بعد انستالاسيون، تأكد باللي عندك نايل سات، دير غوشيرش اوتوماتيك، ومن بعد ما تكمل لا غوشيرش قلب على شادة تي في وتفرج في جميع برامجنا. سهلة. اليوم غنهضروا ابتسام حسين مشاهدينا على هوس الشهرة وهوس جمع المال من البلاتفورم ديال اليوتيوب، فأصبح عند البعض حسين هوس انهم يجمعوا الفلوس وعندهم داك الهوس ديال الشهرة انهم يتشهروا دغيا بدون المراعاه للمحتوى اللي كيتم نشره على 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 منصه اليوتيوب، ولا ايضا المراعاه للفئه المعينه او الفئه اللي كتفرج في هذا المحتوى هذا. فاصبح الكل عنده غرض واحد، يا اما يكون السميه ديالو تكون في طوندونس، ولا الاسم ديالو يكون معروف ضمن قائمه صانعي المحتوى، رغم ان بزاف ديال الناس لا ينتمون لصناعه المحتوى والمجال ديال ابتسام والبرنامج ديال ابتسام. اليوم ابتسام تخوينا المزيوده، اليوم كل برنامج اليوم فولورز داك الشيء، ما يبقاو يشوفوني المشاهدين ديال شاده تي في تنط عليهم فراسي، غنسالي معكم مساء الخير المغرب وغيبدا فولورز ان شاء الله. فمؤخرا مشاهدينا اضيف الى قائمه صانعي المحتوى، بزز منا كنقولوا هادشي لان ملي كتجي تعمر اولا كتبدا لاشين يوتيوب ديالك كتدخل فيها صانعه محتوى، اسم جديد اللي هو روتيني اليومي. روتيني اليومي يتصارع فيه الأقوياء من أجل تبيين العورات ديال المنازل ديالهم أمام الناس وعلى مرأة من الناس، من أجل جلب أكبر عدد ديال المشاهدات. ما 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 لا ما ما كيتسوق حتى شي واحد، ما كيتسوق، المهم أنني نجمع بزاف ديال لي فيو، نجمع بزاف أو نخزن بزاف ديال المشتركين. لا يهم المحتوى، ملي كتهضر معها كتقول لك والخدمة ما كايناش واش غادي نعمل اليوتيوب فيه الفلوس. هناك عندهم 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 حجة ملي كتهضر معها كتقول علاش كتعمل هذا المحتوى، كيقول لك الخدمة ما كايناش وحق اليوتيوب فيه الفلوس، وهذه مشكله. ف صراحه هادشي كيعطي صوره، كنا قلناها ديجا، هادشي كيعطي صوره خايبه على المغرب. ناس اخرين ملي كيجيو يكتشفوا المغرب او يكتشفوا اليوتيوب المغربي كيشوفوا ان هناك مغاربه يصنعون هذا المحتوى التافه اللي كنسميه او المحتوى الذي لا يليق الرديء في احيان الذي لا يليق بالمغاربه. فاجي نشوفوا بعدا هذا روتيني اليومي كاين فيه كاين الجديد في هذه المساله هذه، وهذا الجديد فرحني حتى انا. غادي نشوفوا بعدا هذا المحتوى كيفاش عامل، نشوف واحد الفيديو صغير شنو هو المحتوى ديال الروتين اليومي اللي ما كيعرفوش ونرجع لكم. السلام عليكم حبايبي، لاباس عليكم، كي دايرين؟ بخير، اش كتعاودوا؟ نهاركم مبروك ان شاء الله، نهار جديد وفيديو جديد. سمح لي ما دايرش لا اضاءه لا والو، حسب البلاصه هذه ما حدايرش سمعت شي حاجه ديال الضوء، فين غنلصق هذه ديال الاضاءه كتبان لكم هنايا، ها هي ديال الاضاءه، فداك الشيء علاش ما دارش الاضاءه، المهم قبلوا على التصوير. نحل هكا يا السراجم باش يبان لكم شويه الاضاءه مزيان. ودابا راه غنبداو نجمعوا الدار حيت راه عندي مرونه، ومنها روتين تحفيزي ومنها مونسه معكم، وان شاء الله اكتشفوا شنو كاين في هذا الفيديو ان شاء الله. عرفتوا يا الخوت بنت تما انا هذا النهار صراحه الضو مازال ما كملت، مازال استحمروا وغادي نضرب لواحد السياقه ديال هذا الروتين هذي. You're a picture in a frame. هذا هو المحتوى ديال هذا هو روتيني اليومي بسيط جدا من ذاك روتيني اليومي الراني جزء بسيط اللي هو بحر اللي هو بحر ولا ينتهي. دابا المشكلة ولينا كنشوفوا أن الأزواج ولاو كيتشاركوا مع الزوجات ديالهم في هذا الروتين هذا، والأبناء ولاو كيشاركوا تاهما في الروتين اليومي، المنازل أصبحت مكشوفة للعلن، أش كيوقع فيها؟ أجي نشوفوا التحدي بين مرتي وأنا، النسيبة ديالي جات عندي أنوريكم فالروتين يختلف. كثر واحد اليومين ابتسامي دعقتي الحملات من أجل إسقاط هذه القنوات هذه، إذا تفكرتي حملات فيسبوكية كبيرة وكانت مشاو فيها بزاف ديال لاشان، كانوا قالوا أنهم باغيين يطيحوا هذا لاشان من الحق بالحق ما وصلوش لذاك المبتغى ديالهم. واش عارف حسين شحال كيتخلصوا هاد الناس؟ شحال كيوصل الدخل ديالهم من اليوتيوب؟ هو قبل ما نوصلوا لهذا الشيء نبقاو نركزوا على المحتوى. عرفتي الخطير في الامر حمزه هو انه ماشي فقط محتوى رديء مثلا او محتوى فارغ او محتوى تافه، لا راه كاين تشجيع للعنف صاحبي الاسري داخل هذه المحتويات. ملي تتلقى راجل مع مرته تتقول لك المراه هو جاي دابا هز لي مثلا 20 درهم من البسطام ما قالهاش ليا، تيجي والله تنزرك لي عينو، تيجي والله اما تندير ليه. تشجيع العنف الاسري خطير هذا الامر، دعوه للعنف صاحبي. ملي تتشوف جوج تيتحداو بعضياتهم على اساس انهم يتضاربوا ويديروا كومبا في الخلا، دعوه للعنف صاحبي.
ما يمكنش دعوه للعنف. حنا لي كومبا عندها اطار معروف اطارها القانوني، تكون من خراط والجامعه وهذا 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 وهذا، وتدار بضوابطها، وكاين حكام وكاين ليها فين ما ضربش وما ضربش الى اخره الى اخره الى اخره، بزاف ديال الامور اوراق تتسيني عليهم كوم كوا بانه لا وقع لك شي حاجه. مهم اشياء اخرى اللي تيدير لي كومبا عارف هذا الامر. هذا تجي انت هكذا في اليوتيوب انا نشدوا الله تندير ليه ودير معاه وتلاقاو في شي خلا وتضاربوا ويصوروكم وتلوحها، القانون خصو يعاقب على هذا الشيء. طبعا راه هذه دعوه الى العنف وتشجيع على العنف اصاحبي، والجمهور الناشئ هو اللي تيشوف اليوتيوب بزاف، هو اللي كيكونسومي هذه البلاتفورم. ما فهمتش وحده تتقول لك راجي والله نشدو تن نقليه في الزيت، اش هذا الشيء؟ دعوه للعنف هذا الشيء. ما تنفهمش علاش هذا لا يطالهم القانون من خلال خلفيه اش دعوه للعنف الى العنف. المشكلة حسين كنشوف أن بعض اللواتي ينسبن أنفسهن للمؤثرات، ديك التحدي ديال أجنسي بندفع راجلي أنعمل الزيت الزيت في الأرض باش راجلي يزلق، وكنشوفوا كوارث في اليوتيوب. ماشي راه داك الشيء راه كاتاستروفيك، داك الشيء راه بزاف. شفت كيف تيسمو ساكتة تيسمو حيت عندها حيت ما كاين ما يتقال هذا الشيء، ماشي ما كاين ما يتقال من ناحية الموضوع. لا تي 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 صافي تي، ولكن المشكل اللي كاين لو فري بروبليم شنو هو؟ هي ملي كنمشي انا كنتفرج في هاد الناس، هذا هو المشكل. هذا هو اللي دابا غادي ندير انا فيديو غنقول غنزلق راجلي في الزيت، وغادي ندير فيديو اخر غنحطو قدامي الكاميرا وغندوي على شي حاجه في التاريخ ولا شي حاجه، هذا غادي يدير 4 ديال لي فيو، هذا غادي يدير 200,000 فيو. صح هذا هو المشكل. هذا هو راه ما يمكنش نديرو اسقاط روتيني اليوم، باسكو هذاك انترنت انترنت من النهار الاول تصايب الدار باش كل اللي بغى يحط فيه شي حاجه يحطها فيه، وكتشوف جوجل راه فيه شي حوايج اللي ما يمكنش تطلع لك في بالك الاخلاقيه ولا اخلاقيه. لو حنا الناس راه كنشجع، راه اكبر مشجع لهذا الشيء راه هو المستهلك. عرفت راسي انا غندير روتيني اليوم وما يتفرج فيه حتى واحد، ما نديروش، ولكن حيت غنديرو غيتفرجوا فيه الناس، اي غيدخلوا غيعايروني ما غيتفرجوا فيا. وهذوك الناس اللي كيمشيو هذوك الناس اللي كيمشيو يعايروا في العيرو في لي كومونتير، راه تفرج فيك وهتم بيك وضيع اون اور دو حياتو كيتفرج فيك، وعادي من بعد جا كيدير كومونتير كيعايرك. وما وفيديو واحد اخر ثقافي ولا فيه محتوى تاع شي صانع محتوى ما يشوفوش، يبدا واحد شويه يبان لي تيهضر على التاريخ تيهضر على شي حاجه زوينه صافي يحبس يمشي يقلب هو. كيف المشكل اللي كاين في داك اللي كيتفرج، ماشي داك اللي كدير المحتوى هادي. انت اللي شجعتيها ومن دات الفيديو الاول ودرت به 500,000 فيو، غدير الثاني وغدير به 1,000,000 دو فيو، وغتبقى غدا بحال هكا. كانوا مجموعه من الجمعيات كيديروا لي لايف هما بعضياتهم، شخصيات اللي معروفين دابا عندنا كيديروا لي لايف 500,000 واحد كيتفرج في اللايف فيه ساعه ونص بدون انقطاع. وملي تتسمع شنو تيتقال ما كاينش محتوى. انا شفت واحد اللايف شفته تقريبا، لان علاش حنا تنشوفوا من باب النقاش، لان انت صحفي وهذا الا تناقش الموضوع خصك تكون يمكن تناقش حاجه انت ما عمرك شي ولا فتتشوف تشوف باش ملي تكون نقاش راه عندك خلفيه اللي عايشها. وواحد المباشر ما بين واحد ثلاثه لا داعي لذكر اسمائهم وشويه فهمتي على اي نوعا ما من دوك المثليين اللي ماشي مثلي مثلي يميل في تصرفاته وسلوكاته وكلامه الى المثلي، واللي مثلي راه مثلي وتيهضروا علاش يهضروا؟ هادو راه زعما رجال علاش يهضروا؟ تيهضروا على كنت معروضه في واحد العرس وشات فلانه لابسه الذهب لهنا وتتحب القيمه في الذهب وهذا وهذا ولا وهذا ثلاثه رجال داير او 2000 3000 ديال لي فيو متبعين 500,000 بعض المرات. انا شفت واحد تعقل على كوفي تعقل على الكونفينمون شحال كانت كتوصل او شحال كانت كتوصل نسب المشاهده في الانستغرام ابتسام حسين راه كانت كتوصل 200,000 150,000 اكثر اكثر بحال اكثر. كيف كتلقى واحد حاط فيديو كيعاير فيه وكيسب فيه وكلشي كيتفرج؟ المشكل عندي انا بالنسبه لي ماشي في هذوك الناس، المشكل اللي كيتبع هو اللي داروا المشجع. هذوك الناس راه من المشجع الاول هما اللي خلاو هذا الشيء يبوس، باسكو هذا كيدير قناه وعنده 1 مليون ولا 2 مليون الاخر كيشوفو حتى هو جالس في الدار ما عنده ما يدار غيمشي يدير لا ميم شوز اي سا كومونس ا بوسي كوم دي شامبينيون عندنا في البلاد. تولوا عندنا بزاف ديال لي شين فيهم وشو كتلقى عندهم اشهارات حتى هما عندهم اشهارات عندهم لي برودوي وها هو التشجيع بداو حنا اللي شجعنا هذا الشيء. ابتسام واش عارفين شحال كيوصلوا هاد الناس في, 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 في الدخل ديالهم من هاد البوز هذا اللي كنهضروا عليه ومن هاد لي لايف انستغرام؟ حنا نهضروا على البلاتفورم ديال اليوتيوب اليوم مثلا، اعطيني تقدير لان الفيديو اللي ما جي الفيديوهات ديالهم راه 6 مليون دو فيو سهله يعني غيكون فيها مدخول كبير. احداهن خرجت
لايف في الانستغرام واعترفت شحال كتدخل، وحده صاحبه روتين اليومي والثانيه صاحبه الفتنه، كتعمل فيديوهات ديال الفتنه وكت من اجل حصد كما قلنا عدد المشاهدات ومال وفير. شحال مثلا؟ 5 مليون 4 في الشهر. في الشهر كنهضر على الشهر، على ماشي حتى الشهر، تقدر تكون غير 20 يوم. شحال مثلا؟ شوفوا الفيديو. شوفوا الفيديو. ولا شي حاجه سميتها البوز، كنقلبوا باش ندخلوه الفلوس، باش ندخلوا الادسنس. انا هاد الشهر هذا اللي درت فيه هاد المعمعه كامله دخلت فيه 8 ديال المليون في الشهر. الملولي دخلت 12 ديال المليون في الشهر، سمعتوني؟ انا دخلت 8 ديال المليون. نزار دابا يكون دخل 4 ديال المليون شكاه بلا اشهارات بلا والو. يعني انا بالاشهارات وهذا دخلت شي 13 ولا 14 مليون بالاشهارات، بين كل شيء. كنت ندخل ملي كانت عندي مشاهده كبيره. دابا لا. شحال كنت كتدخل ملي كانت عندك مشاهده كبيره؟ كنت كندخل 5 6 7 4 ونص جوج فيديوهات وصل لي 10. ودابا الفيديو اللي وصل لي 10 خرجت من السجن. هذيك 10 المليون كتقصدي؟ اه. فاش مشيت للسجن وقالوا لي الناس تسدد لك القناه، فاش خرجت لقيت عندي 10 في الكون. اللهم زيد وبارك. ودابا شحال كتدخلي دابا في الشهر؟ دابا كندخل جوج. واحد ونص. لا مستوى ثقافي على ولا ادي مولي عيما البدويه. هادي غدير ميكرو طروطو وغتخرج عند الناس تلقى كيعرفوا اكثر ما كيعرفوا ابن خلدون ولا شي حاجه. والله بصح كيجاوبك الاعداد معروفه، راه مشكله الشخصيات كتولي معروفه مشهوره، راه تلقى مع الواحد يتصور معاها، راه ما كاينش التشجيع ديال انا بالنسبه للتشجيع ديال المشاهد هو اللي فيه مشكل. هذا يناقش هذه القضيه ديال تشجيع المشاهد. المشاهد هو اللي تيشجع. فعلا يناقش. هذا هو مربط الفرس، هذا هو مربط الفرس. ولكن انا تنقول بانه ملي ما تتكونش عندك مناعه ثقافيه واحد ثقافيه، واذا غابت الثقافيه اخلاقيه. أنا ماشي أي واحد قاري، ولكن ما كاينش مبرر ما تكونش عندك أخلاق، ياك؟ تقدر تكون ما متقفش وعندك أخلاق، ما ديرش بزاف الأمور، هذو اللي تيديروا الروتين اليومي راه ما يديروش لو أكينا أخلاق. نقولوا الثقافة على قد الحال، نقولوا ما قريتيش كاع، ما عمرك ريحتي في طاولة. أوكي، الثقافة ما اللي تخليك تأناليزي الأمور، ولكن الأخلاق شنو خصك تقريها؟ لا. والأخلاق إلا كانت فالإنسان ما غاديش يدير الروتين اليومي. اما اذا اجتمعت الثقافه والاخلاق راه شيء اخر هذاك، فهمتي؟ عندنا المشكل اولا في القيم والاخلاق اللي فرطنا فيه جميعا، لان ملي ما تلقى ما كاينش المؤطر او قلال المؤطرين، المدرسه ما بقاش تاثر. كون واضحين، المدرسه العموميه خاصه راه ما بقاش تاثر ولا تتقري. التربيه والتعليم، مش التربيه بقى التعليم. وتا التعليم بين قوسين بقى شي تعليم، المهم كاين التعليم، ولكن التربيه مشات في الوقيته اللي كانت التربيه والتعليم، لان حنا كان تيربينا المعلم، كنتي تدخل تتربى تتقرا الف باء تاء ا ب س د، ولكن راه تعطيك القيم والاخلاق وميم طون في نفس الوقت تعطيك قيم. ما ديرش هكا، عندك باك احترم باك، هذا الاستاذ تيقريك وتيقول لك احترم باك واحترم امك في القسم، فتتخرج متشبع عنده بالقيم والاخلاق. غادي في الطريق جارك تلقاك تتهز الحجر تتلعب مع الدراري، تجي لك تشدك من هنا. واه صافي. علاش تشير بالحجر؟ ها ولا ضربتي دابا في عينه؟ ها تمشي للحبس تمشي تربيك، تتمشي للدرب تربيك الجار. لقيت دابا شي واحد ولد ولا ما ويلي الاستاذ اذا مشى قص شي تلميذ. دابا في المدرسه حنا الان نشجع العنف، تنقولوا العنف منبوذ، ولكن غير احنا تنهضروا، راه ملي تيشدك من هنا راه ماشي تيحيد لك ودنك، راه غير تيشدك ها طريقه الشده وصافي، وتقول لك علاش تشير بالحجر؟ نقول لباك تتبدا تبكي ما تقولش با، ولكن تقول لك ما تبقاش تشير بالحجر. الى كلشي تيربي، كلشي تيلوح لك فيك القيم والاخلاق، وتتمشي عند الحجام تتريح وتبدا يقري فيك اصاحبي. انا ربما وقيلا محظوظ كنت في هذه الجينيراسيون. الحجام تتحلق ياك وتبقى ينصح فيك وتبقى يقول لك وعندك البليه، عندك تمشي مع الدراري اللي تيكميو، عندك تمشي مع الدراري اللي تيشربوا، عندك والله. فاش فهمتي اش بنقول لك؟ هذا الشيء بدينا تنفقدوه. وحسين شحال هادي كان الناس عندهم تلفزيون جوج ولا ثلاثه القنوات اللي كانوا، ما عندكش الاختيار غير انك تفرج فيهم، سير وطفيهم ما تجلس في الثقيل في الدار سي با بوسيبل. ما كان عندك الانترنيت لا حتى شي حاجه، كاين اللي ما قاريش ما يقدرش يقرا كتبه اي با بوكين، ياك كان عندك دو تخوا تلفزيون في دارك باش دير غير شويه صداع غير بغيت فون ديالك خاصك تشعلهم. دابا
كتمشي انت راسك اليوتيوب وانت بالاراده ديالك كتكليكي على داك الفيديو وحداك اكوتي 15000 فيديو واحد اخرين مزيانين مي انت تشوف كليكي على ديك لا فيديو ديال روتين اليومي وغتفرج فيها حتى الاخر وغتجي في الاخر وغتغوت وغتقول لا كاين مشكل ولات عندنا المهزله اش كديروا لنا شي نشوفوا وانت بارادتك راه ماشي مثلا وقت التلفزيون تشكا جو فو بيان دابا انت كتختار بيدك وكتمشي وكتكليكي على الحاجه وكتفرج فيها وكتحفظ سميت مولاتها وملي كتحط اون اوتر فيديو كتمشي كليكي عليها وكتابونا في لاشين ديالها وكتجي تشكي علينا حنا تجي تشكي علينا حنا فهاد اليومين تم تداول موضوع روتيني اليومي في قبة البرلمان وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد اللي اعتبر روتيني اليومي تجاوز قانوني وأن روتيني اليومي هي واحد المادة لا تخضع لرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال وقال أن أي واحد كيتضر من روتيني اليومي والمحتوى الخايب اللي كاين في اليوتيوب يمكن له أنه يرفع دعوة قضائية شوفوا الفيديو 18-18-13 وفي الإذاعة التلفزيونية قانون 77-03 والقانون ديال الأكا قانون 11-15 أما التجاوزات القانونية المرتبطة بتصوير الفيديوهات داخل البيوت المغربية توثق الحياة الخاصة للأفراد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فإنها لا تخضع للرقابة التشريع الوطني المنظم لمجال الإعلام والاتصال والذي لا يطال المضامين اليوتيوب وغيره من المواقع التواصلية وفيما يتعلق بالممارسة الأساليب القذف والتهديد والعنف فإن المشرع المغربي أنتم سيدة النائبة قد جعل هذا الجناح من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية التي يمكنها تحريك المتابعة إذ رأت تجاوزات من هذا القبيل بهذه الفيديوهات وذلك بناء على الشكاية من المتضررين وبالتالي فإن ما دامت التدابير التشريعية الوطنية تكفل احترام حقوق المواطنين وتمنع المس بها فإنه يحق لكل من يرى نفسه متضررا للجوء إلى القضاء أما حدود تدخل الوزارة فهي لا تتجاوز ما هو تحسيسي وتوعيعي داخل دور الشباب والمراكز الثقافية وهو ما نسعى اليوم للعمل عليه عبر جعل هذه الفضاءات مكانا تأطير للشباب والجمعية 13 صراحة خص 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 نوقفوا هذه الظواهر ديال الروتين اليوم خصها توقف وكما قال السيد الوزير خصها توقف ونديروا التوعية كل ما هو توعيه توعوي توعوي فغلط نمشيو اليوتيوب كاين واحد الصنف اخر نعاودو نذكروا هادشي اللي قال مسيو لي مينيستر قال لك لي فيديو يوتيوب ني سون با سوميز لو ريغلمون ديال الهاكر يعني واحد اللي بغات حاجه فهمتي غادي يحطها لا توصل لي انت بشي تهديد ولا شي حاجه ولا شي ضرر سير بورت بلاس صافي اما هذوك الناس راه ما عندنا ما نديرو لهم باسكو ماشي التلفزيون ما داخلينش في لو ريغليمون اللي كاين وفي القانون اللي كاين ومؤثر حتى شي وزاره دابا المغرب دابا هو راه يقدر يحط واحد الاطار تشريعي راه يقدر البرلمان يدير واحد الاطار تشريعي كوم كوا باننا نحبسوا هذه الامور ولكن تيخاف انه يدخل في ديك القضيه ديال حريه التعبير الفرديه وهذا اللي غادي يتصادح فيها مع من مع المنتظم الدولي لان حنا موقعين على مواثيق دوليه ديال حريه التعبير فبالتالي هذه غادي تدخل انت تتصادق مع حريه التعبير سيد فلاشين يوتيوب ديالو خليه يقول اللي بغا غير في مصر ديغنيامو كانوا فرضوا ضرائب كبيره على اصحاب المحتوى اصحاب المحتوى هذه الرساله اللي بغينا نوجهها الشيء اللي خاص ضرائب كبيره اسيدي ما نديرش قانون انا يحد من الحريات ديال التعبير ضرائب يلا واخا حنا عندنا الميزه الخاصيه ديال المجتمع المغربي رغم ان هذه القضيه المنتظم الدولي انا المنتظم الدولي راسي من فوق ولكن راه كل واحد عنده قوانين خاصه به راه تمشي الامريكان راه كاين ولايات اللي تضرب لك المنتظم الدولي بزيرو كاع المواثيق اللي موقعه الولايات المتحده الامريكيه البيض الابيض موقعه تتمشي لبعض الولايات لا واخا نعطيك مثال اي بان لهم المنتظم الدولي في المغرب ولا في الدول الاسلاميه والعربيه باش نكونوا واضحين في كلامنا فهمتي نهضروا بالواضح راه يبان لهم هذه المواثيق الدوليه عندنا في الدول العربيه والمسلمه نعطيك انا مثال واضح اسبانيا متقه موقعه على العديد كل اتفاقيه تقريبا مرتبطه بالحريات ومرتبطه بالحقوق وموقعه على الاتفاقيات اللي مرتبطه بحقوق الحيوانات اسبانيا هاو هذاك داك يوم الطورو داك اللي تطلقوا فيه التيران في الشوارع قتلوها
هو تيقتلوها. واصلا هذاك سميتو هذاك هذيك المسابقه اللي تيديروا ديال حلبه مصارعه التيران اللي تيموت فيها هذاك تيبقى يتعذب ذاك الثور مسكين بالسيف وبالنبل تيبقى يتعذب مدة ساعة أو أكثر. كيبان لهم العيد الكبير. شنو دابا؟ هما كيشوفوا العيد الكبير في هذا الشيء هذا ديال الحكومة. تيبان لهم العيد الكبير. حنا مسلمين ناري حنا فيولكار حنا في شكال حنا هذا. ازدواجية في المعايير. لا دابا مثلا هذه يتمتعون بثور تتقتل بالسيف وبالنبل في الحلبة ياك مثلا مثلا. إسبانيا وقع المواثيق علاش ما مسوقهاش؟ علاش المنتظم الدولي ما يعاقبهاش؟ علاش ما يقولش لها أنت إسبانيا أنت إسبانيا؟ ولكن حنا لا حنا العكس. احنا دابا دير شي اجراء يبداو عليك المغرب حريه التعبير لا الديمقراطيه فكما قلنا مصر فرضت مجموعه من الضرائب وهذه دعوه للحكومه المغربيه طبعا غيوصلوا مع هذا الفيديو هذا ففرضوا ضرائب كبيره على هاد الناس هادو من اجل انهم يعاودوا التفكير ويعملوا اعاده التفكير في هذا المحتوى اللي كينشروه باش يتنقى كما يقال اليوتيوب. ماشي هي دي هو الحل. هما الضرائب غيلقاو كيفاش يلقاو حل واحد اخر معاهم غيقولوا المستشارين يخلصونا اسبيس يلا ما ديروش نافيغمون وغيبقاو خدامين وغنبقاو حنا نتفرجوا في هذا الشيء ويبقى الشعب كيتفرج. واش هذا هو الحل؟ واخا هذا هو الحل. نمشيو للجزء الثاني ديال اليوتيوب. ما عندناش غير اصحاب الروتين اليومي حنا عندنا مؤثرين وعندنا صناع وتنظن ان اليوتيوب كشركه تتدخل من خلال هاد الناس هادو فهمتي لان حتى هي تتدخل من خلالك انت والمشاهدين ديالك حتى هي تتغنى طبعا عبر الاشارات وداك الشيء. تنظن كشركه ما تخضعش لك لشي دوله. لا لا ما نمشي نحل كونت فرنسا ونقول يوتيوب خلصني في فرنسا خلصني في امريكان خلصني في ما بغيت توتفاسون يوتيوب البيف فيغ سا افيك تو يعني غنلقاو كيفاش يكونتورنيو الضرائب. فنشوفوا صور بعد البعض المؤثرين المغاربه اللي صنعوا محتويات جميله يعني يقدروا انهم او قدروا انهم يوصلوا للمواطن المغربي وحلوا بزاف ديال المشاكل وعطاونا بزاف ديال الفيديوهات اللي كنستافدوا منها وباقيين كنستافدوا منها. ناس اللي صراحه الوجه الجميل في اليوتيوب والوجه المشرق في اليوتيوب وكاين بزاف ديال الناس عندهم تحفظات على بعض الشخصيات. انا ما كيهمناش حنا كنهضروا اون جينيرال. فاجيو نشوفوا شحال وصل او شحال وصله بعض القنوات والدخل ديال بعض القنوات المغربيه من خلال واحد البلاتفورم عالميه اللي كتعطينا استيماسيون كتعطينا تقريبا وشفت الفيديوهات هي كتعطي صراحه بالتدقيق بنسبه 95 حتى 90% داك الشيء صحيح. فمثلا نشوفوا الصوره الاولى هذه قناه ديال المنهج ما غنسميش انا ما غنسميش تنفضلوا ما نسميوش حسين نفضل انه ما يسميش نعرفوا شكون بعدا من الفلوس. فهذه هذه شان كيداروا فيها دي فيديو عندهم علاقه بالكوميديا ولا رياكسيون. والفيديو الثانيه فيديو ثقافيه شان شان عفوا شان ثقافيه وكيتنشروا فيها فيديوهات صغار. المهم يصل الدخل ديال الاولى بي بلس كيوصل الدخل ديال مولاها في الشهر هاي ماونتلي كيوصل 3.7 اللي هي 3 المليون تقريبا فاصله 7 هي 3.7 دولار وتقدر توصل حتى 59 الف دولار. اين وحده فيهم هاج هذه الاولى كنهضر على بي بلس بي بلس هي اللي فيها لو بلس دابود ولا موند هي اللي فيها هي اللي فيها 858 هي اللي فيها شحال ديال لي زابوني شحال فيها بي بلس شنو بي بلس شنو المحتوى اللي كاين فيها؟ المحتوى ديالها هو لي رياكسيون كيداروا لي رياكسيون فيديو رياكسيون وشويه ديال الكوميديا وشويه ديال الفيديوهات مقتطفه من هنا ومن هنا. كيوصل الدخل السنوي بين 25 الف دولار حتى 402000 دولار. واو 400 مليون انت ناس مسؤوليه منايمه شحال كان كيوصل قلت لك في شهر واحد عساك ديال عام كامل ديال الخدمه وجوج حتى ثلاثه الفيديوهات في السيمانه. والاخر لو بي كتوصل في الاسبوع للشهر او بين الشهر والاسبوع ل 324 دولار حتى ال 5 المليون تقريبا فاصله واحد ولا 5 دولار 5000 دولار فاصله واحد وفي العام كتقدر توصل حتى ل 24000 دولار. تبارك الله شحال ديال يعني تنتكلموا هنا على واحد 2 المليون 3 4 5 المليون حتى 8 في الشهر وتنتكلموا على 25 مليون في العام حتى 400 مليون في العام تقريبا. انت كتشوف عطينا الصوره الثانيه الصوره الثانيه عندنا مؤثره مؤثره كتعمل فيديوهات ودائما طالعه في الطوندونس المغربي ما كتحيدش من الطوندونس المغربي ودائما المشاكل بينها وبين هذا وبين هذا وبين هذا. وعندنا اللي دوزنا الفيديو ديالها
قبيله. فاللي ما كتحيدش من الطوندونس قلنا كيوصل الدخل الشهري ديالها بين 2000.3 ألف دولار ل 37 ألف دولار شهريا، والدخل السنوي من 2 مليون حتى 37 مليون في الشهر جدا عادي بالاشهارات و... والدخل السنوي بين 33 ألف دولار حتى ال 530 ألف دولار. لاشين الثانية 375 375 دولار في الشهر حتى ال 6000 دولار كما كتبان، والدخل السنوي يتراوح ما بين 9.1 مليون حتى أولا 9.1 ألف دولار حتى 146 ألف دولار. يعني ما بين هاد بي ما بين 3500 درهم في الشهر حتى 6000 درهم في الشهر حتى 6 مليون في الشهر، وتتوصل في العام ما بين 9000 دولار يعني 9 ديال المليون سنتيم حتى 146 مليون سنتيم في العام. عادي اذا كانت المداومه في الفيديوهات وكان الاشارات راه غتوصل حتى لهذا المستوى. انا بزاف ديال اليوتيوبر كو جو في ليميسيون فولورز قالوا بالله كاين تضخيم من الارقام هادو، باسكو يوتيوب في المغرب ما كيخلصش مزيان، ماشي بحال في الاتخانجي، حيت ماشي نفس لا كاتيجوري دو بوبليسيتي. ماشي كاع لي فيديو فيهم دي بوبليسيتي، وقدر دير شي فيديو اللي دير فيها 500000 مشاهده ما يكونوش فيها دي كوبور بوب وما يكونش فيها شي رونتابيليتي. سكي في هاد الارقام مازال تقول لي الاشهار نقدر نقول وي داخله فيها الاشارات داخله فيها كل شيء، اما يوتيوب في المغرب فورسيمون تيخلص هاد المبالغ هادو. ابخي داكشي ديال الاشهار كيبقى تا ديك ديكلاراسيون ديال اليوتيوبر اللي بعد المرات يقلبوا باش امبرسيونيو الواحد. نعم حيت هما اليوتيوب والفيديوهات ديال بزاف ديال المؤثرين من بين الاهداف ديالهم هما انه يبهرك. نعم واسهل طريقه باش يبهرك ويبين لك انه عنده فلوس، كتلقاهم بسيارات الدور وهذا الشيء كامل في اطار فقط بحال غادي يبهرك باش انت تتبعو وتولي غادي وكتدوي للناس عليك، كتقول شفتي الطوموبيل اللي شرا شفتي هذه اللي شرا. سكيفي داكشي اللي كيانونسيو بعض المرات كيكون تضخيم في الاعداد او فيك. فبزاف ديال الاشياء كيفاش ما نتبادوش 100% طبعا نشوفوا الناس هادشي صحابو في الصحراء غدا يبداو يدوروا 100%. لا هادشي راه ما كنصحو به حتى شي واحد. لا زعما انت نسبتي لشي شركه بيان سور بلاتفورم هي اللي كتعطينا هاد هي منصه هي اللي كتعطينا ميساج ديكلاراتيف ديال الناس اللي كيديكلاريو هما هذوك الناس. فبزاف ديال الاشياء ليله وانا كنقلب في الاشياء وكنعرف شحال تبارك الله الدخل ديالهم، ولكن ملي كنرجع ابتسام وحسين اللي ما جاء على افواه هاد الناس هادو فكيبين لي ان هادشي حقا حقيقي. ملي كنرجع اللي سمعنا الفيديو اللي سمعناك وحده كتقول لك في شهر انا فيديو يقدر يجمع لي وكنت شهر وقفت وفيديو يجمع لي 10 د المليون فما هنا فيها اشهارات وفيها بزاف ديال الامور. اذا نتمنى ان يتم الحد من هذه الظاهره ديال روتيني اليومي باش يتنقى. انا كنعاودها كما قالت في سمراء ما غيوقفوش، ولكن نتمنى دائما لدينا الحل باش يوقفوا وما بقاوش نشوفوهم. صح لان هذا مشكل، هذا هو المشكل الكبير، هو ان الناس يمشيو يشوفوا تيبقى يشوفوا والناس يبقاو يشوفوا يشوفوا اليوم يعاودوا غدا ويشوفوا بعد غدا ويبقى يعاود. صيفط لي البنت خالته في الواتساب باش يشوف وشوف هذا البارطاج وهذا شوف هي اللي خلات هذا التفاهه ديال روتيني اليومي غيره انها تتفشى والناس ولاو تيدخلوا الفلوس وهي تبجحونا بهذا الشيء، ولا هو تيبان لك تيقول لك انا واعر عليك فهمتي انا تندير التفاهه ولكن راه واعر عليك، راه عندي طوموبيل وعندي ابارتومون وهذا وسير انت خدم. تقول لك شحال انت خدام 30 عام ما عندك حتى باغي تمشي في الطوبيس انا شريت طوموبيل من هذا الشيء انت اللي تتعايروا مثلا تتعايروا بعضياتهم كيبداو تعايروا ولا واش واحد قال شي حاجه تبوك حيت انا ناجحه اعداء النجاح وسير قلدوا ديروا بحالي الا بقى فيكم الحال، وكتبقى تستفز دوك الناس وكتستفز منهم مراهقات ودي في اللي باقيين صغار ودي كارسون اللي باقيين صغار باش كتولي هاد عندنا ثقافه وكلشي كيطمح على هادشي. وليتي كتلقى واحد اللي عنده لاباج انستغرام ديالته فيها ثلاثه الناس حتى هو كيبدا يصور في الطبله ويطاق لو ريستورون فهمتي. وانا باغي نمشيو في هاد السير هذا، وهذا هو اللي غاف. انا اللي باغي نقول هاد الناس هادو ديال روتيني اليومي وهذا هادو اللي تيديروا التفاهه راه ماشي ملي تنهضروا من موقعنا كاعلاميين من حقي انني نناقش الموضوع وتا واحد ما يحرمني من هذا الحق ديال مناقشه الموضوع. واحد جوج ملي تنتكلموا معاكم انسانيا على ان هادشي اللي تديروا حبسوه راه ما حاسدينكمش، راه فضيحه راه ما حاسدينكمش لان ما عندنا علاش نحسدوكم. فلوس اي واحد تيتمناها ولكن نمشي نجيبها بطريقه عندها فيها قيمه افضل ليا نجيبها بطريقه ادلوا فيها. ها واحد جوج عندنا وليدات وخايفين عليهم صافي صاف
عندنا وليدات وخايفين عليهم، حتى هذه ماشي تلفازه في الدار نتحكم فيها، هذا بورطابل نعطيه لولدي ويمشي يشارجي على الشد درام ديال الانترنت وما تنعرفو شنو تيدير وشنو تيدخل. فاخويا عافاك ما بغيتكش تدخل معايا في تربيه ولدي بديك العقليه، سمعتي؟ دخل معايا في تربيه ولدي بعقليه زوينه، مرحبا بك، عبر اليوتيوب وعبر الانستغرام ديالك وعبر الفيسبوك ديالك، ولكن ما تربيش معايا ولدي بديك العقليه الموسخه. سالات الهضره. شكرا حسين، شكرا حمزه، شكرا ابتسام، شكرا. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة تحلى المشاهدة. شادة أول قناة فنية بالمغرب.